الواحد أمين. إحنا ما زلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 10. كنا أخذنا في محاضرة سابقة 3 آيات فقط لأنهم مليانين بالمعاني اللاهوتية. الإصحاح ده بالذات إصحاح جميل، فيه حاجات كتير تربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. فأول حاجة أخذناها كانت المعمودية. معلمنا بولس اعتبر أن عبور شعب الله في البحر الأحمر كان بمثابة معمودية. قال لهم أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. وتاني نقطة انهم اكلوا طعاما واحدا روحيا. الطعام الواحد هو المن اللي نازل من السماء، وسماه طعام روحي لانه مش معمول بيد البشر ومش من هذه الخليقة. يعني له نبات وله حيوان ولا حاجة معمولة في معمل ولا في مصنع، دي حاجة نازلة من عند ربنا، عشان كده سماه طعام روحاني. وهذا الطعام الروحي كان إشارة إلى جسد المسيح ودمه اللي احنا بناخده مع المسيح. الآية 4 بتاعت النهاردة قال وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. نفس الكلمة اللي قالها على الطعام قالها على الشراب، قال طعام واحد وقال شراب واحد. كلمة طعام واحد في فرق طبعا، ان احنا كل واحد في بيتهم ممكن ياكل اكل غير التاني. تخيل لما يكون الشعب كله 2.5 مليون كلهم بياكلوا اكلة واحدة ويومية نازلة لهم من السماء. فدي على طول رمز واشارة لجسد المسيح اللي احنا كلنا يوميا بناكله ونازل لنا من السماء. طعام واحد لانه مش بيختلف من بيت لبيت، زي بالظبط جسد المسيح مش بيختلف من كنيسة لكنيسة. انت عارفين كان امتى يختلف؟ لو ان احنا دخلنا كنيسة لقينا قداس وكان الطعام بتاعها هو الجسد، وكنيسة تانية فيها وعظة بس عندهمش قداسات والطعام بتاعهم كلمة الله بالوعظ، وكنيسة تانية الطعام بتاعها نشاطات، وكنيسة تالتة الطعام بتاعها عمل اجتماعي، وكل واحد حسب المدرسة الفكرية بتاعته. ده مش حاصل في الكنيسة. اللي حاصل ان احنا كلنا بناكل طعام واحد روحاني اللي هو جسد الرب. وبقية الأشياء اللي هي الوعظ والنشاطات والمؤتمرات والحفلات والتربية الكنسية وخدمة المرضى وخدمة الفقراء وخدمة المعوقين، أي عمل بتعمل يبقى حاجة كده جانبية، لكن الطعام الرئيسي هو إيه؟ القداس، جسد الرب ودعم. بعدين قال شربوا شرابا واحدا روحيا. برضو كل الشعب كان بيشرب من هذا الينبوع، عشان كده سماه شراب واحد، مش كل واحد بطريقته، ده كله بيشرب من ينبوع واحد. زي بالظبط لما في الكنيسة نكون كلنا بنتعلم من مصدر واحد اللي هو المسيح والإنجيل والكنيسة، مش كل واحد بمزاجه ولا كل واحد بطريقته، كلنا بنشرب شرابا واحدا روحيا. وبرضه هنا سماه شراب روحي لان المية خرجت من الصخرة بطريقة فيها معجزة، مش وضع طبيعي. لو ان المية دي عبارة عن نهر مية بيجري طبيعي في الارض ما كانش يسميه شراب روحي. ولو انه
عين ميه بتنبع في وسط الصخور زي ما عندنا مثلا في جبل انبا بولا وانبا انطونيوس، تلاقي في وسط الصخور نازل ميه في الدير، كان يبقى ميه طبيعيه، لكن ده ميه غير طبيعيه جايه لهم من جوه صخر، عشان كده سماها شرابا روحيا. وهذه الصخرة اللي اتضربت بالعصاية نزل منها مية هي رمز وإشارة لجنب السيد المسيح اللي اتخبط في الصليب ونزل منه نهر حياة جنب المسيح المطعون. جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية، حتى الصخرة سماها ايه؟ روحية. عايز يقول دي مش صخرة عادية، في حاجة في الدنيا صخرة نخبطها تنزل مية، فقال الصخرة دي كانت صخرة روحية تابعتهم، يعني ماشية وراهم. ودي برضه هنشوف شرحها، يعني ايه كلمة تابعتهم دي، يعني ايش الصخرة ماشية وراها. بعدين قال والصخرة كانت المسيح. العجيب في الآية دي ما قالش والصخرة كانت رمز للمسيح، قال الصخرة كانت المسيح. أنا برضو النهاردة مضطر أقف كتير قوي في الآية رقم 4 لأن مليانة تأملات ومعاني جميلة. أول حاجة هنشوف إيه القصة بتاعت الصخرة اللي انفجر منها نهر مية. في سفر الخروج إصحاح 17 الشعب عطش وما فيش مية، فصرخوا لموسى، موسى صرخ لربنا، فربنا قال له في الآية 6 ها أنا أقف أمامك هناك على الصخر. لاحظوا ربنا اللي هيقف فوق الصخر في حتة اسمها حوريب. أرجو ما تنسوش كلمة حوريب لأن فيها ذكريات روحية جميلة. فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل. دي أول مرة موسى يضرب الصخرة وتنزل ماء. مكانها في حوريب ضرب الصخرة بعصاية، وكانوا الحاضرين شيوخ إسرائيل فقط. ركزوا معايا في كل معلومة من دول لأن ليها معنى. المرة الثانية وردت في سفر العدد إصحاح 20، برضو الناس عطشت صرخوا لموسى، فموسى صرخ لربنا فقال له إيه؟ خذ العصا واجمع الجماعة، مش بس الشيوخ، خد كل الناس، انت وهارون اخوك مش لوحدك، وكلم الصخرة مش تضربها، روحوا كلموها امام اعينهم، الناس تبقى واقفة وشايفة وانت بتتكلم مع الصخرة، ان تعطي ماءها. يعني مفروض ان موسى يقف يقول يا صخرة عايزين مية، فتنزل المية فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيها. موسى عمل ايه؟ جمع موسى وهارون الجمهور امام الصخرة وراح قايل كلمتين شداد للشعب، اسمعوا ايها المرضى. يعني ايه المرضى؟ لا انت شايفينها على الشاشة؟ فيش المرضى بالدال مش بالضاد، يبقى المتمردين. اسمعوا ايها المرضى، امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. وبعدين عمل ايه؟ رفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها. الناس شربوا، لكن ربنا أخذ موسى على جنب كده وقال له أنا زعلان منك لأنك خالفت كلامي
والعقوبة بتاعتك انك مش هتدخل ارض الموعد. خدتوا بالكم طبعا احنا قبل كده درسناه. هو خلف كلام ربنا في ايه؟ ان ضرب الصخرة مرتين بدل ما ايه؟ قال له كلم الصخرة، هو ضربها مرتين. طب هنا يعني في حاجة كتيرة قوي تخلي ربنا يزعل؟ ايه معناها دي؟ عشان سمع الكلام بس؟ ايوه بالظبط. المرة اللي خبط فيها الصخرة رمز الى صلب المسيح، المرة التانية ما كانش مفروض يضرب الصخرة، كان مفروض ايه؟ يكلمها. فهو راح ضربها، معناها كأنه هيصلب المسيح مرتين. المرة الاولى هي صلب المسيح، المرة التانية هي القداس. احنا في القداس بنصلب المسيح ولا بنكلمه؟ هو كده بالظبط. شوفوا الاشارة كانت بديعة جدا لولا ان موسى ما فهمهاش. اول مرة قال له اضرب الصخر، ده صلب المسيح. اول مرة قال له قدام شيوخ اسرائيل، لان المسيح لما اتصلب كانوا الحاضرين حوالين الصليب شيوخ اسرائيل. المرة التانية قال له اجمع كل الجماعة، الكنيسة كلها تيجي تحضر، كل الشعب. عمركم شفتوا قداس بيتعمل في السر؟ ابونا يجمع الارخنة بتوع الشعب يعملهم قداس وبعد كده ياخد الجسد ويوزع على الناس وهم ما حضروش القداس؟ مش ممكن. قال له اجمع كل الجماعة. والمرة التانية قال له هات معاك هارون اللي هو ايه؟ الكاهن. يبقى القداس لازم يكون فيه كاهن. وقال له خد معاك العصاية اللي هي ايه؟ الايمان بالصليب. يبقى الايمان بالمسيح بالصليب واجتماع الجماعة اللي هو الليتورجية، كل الجماعة حاضرة وهارون موجود الكاهن، ونتكلم مع الصخرة والصخرة هي المسيح. نقول له يا رب يسوع ارحمنا مش نصلبه. طبعا الآية دي والآية دي على بعضهم كده شرح جميل جدا بيرد على الناس اللي مفكرين ان احنا في كل قداس بنعيد صلب المسيح. نقول لهم حاشا، المسيح صلب مرة واحدة وكفاية، مش محتاجين تاني، مش محتاجين تاني. لان نهر المية او نهر الخلاص اللي خارج من المسيح لم ينتهي ومش هينتهي، بس احنا محتاجين نكلمه فيعطينا من هذا الماء، مش محتاجين نصلبه تاني. الصليب بتاعه مازال قائم موجود، ما انتهاش ومش هينتهي لانه فعله ابدي. ركزوا معايا بقى، في المرة الاولى اخذ العصاية وضرب الصخرة، في المشهد بتاع عيون شيوخ اسرائيل ده الصليب. المرة التانية عطشانين، قال له خد العصاية اجمع الجماعة، خد هارون كلم الصخرة. يبقى الايمان بالصليب، اجتماع الكنيسة، الكهنوت، نعمل قداس. يحيي دينا من نهر الخلاص بتاعه اللي هو دمه اللي على المسبح. دي القصة اللي حصلت في العهد القديم في سفر الخروج وسفر العدل. الموضوع ده بقى أصبح من ضمن المواضيع اللي شعب بني إسرائيل كانوا بيقعدوا يتغنوا بيها، زيها زي عبور البحر الأحمر. كل ما يتكلموا مع ربنا يقولوا أنت اللي عبرت الشعب في البحر الأحمر، ويقولوا له كمان أنت اللي أخرجت الماء من الصخر. هقول لكم بعض الآيات اللي فيها تذكار لخروج المية من الصخرة وتسبيح الشعب لله بهذا الخصوص. في مزمور 78 يقول له ايه؟ شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة. شق صخورا في البرية وسقاهم. طبعا مين كان يتخيل ان البرية اللي هي صحراء مجدبة ما فيهاش مية ولا زرع، ربنا يعطيهم يشربوا كأنه من لجج عظيمة. لجج يعني ايه؟ بحار.
جمع لجة، اللجة يعني بحر كبير. وطبعا لازم تعرفوا ان كمية المية الخارجة من الصخرة كمية ضخمة جدا، لدرجة بتروي 2.5 مليون من الشعب، حاجة ضخمة. وفي سفر التثنية موسى كان بيفكرهم، قال لهم الذي سار بك في القفر، ربنا مشي معاك كده اخدك من ايدك في القفر العظيم المخوف، مكان حيات محرقة. يعني المكان اللي احنا مشينا فيه كان فيه حيات تلسع لدرجة تحرق الانسان، وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي اخرج لك ماء من صخرة الصوان. شوف الصخرة الصوان دي يعني حاجة ناشفة جدا. ونحمية يمجد ربنا على هذا الفعل العجيب لما قال له أعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم وأخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم وقلت لهم أن يدخلوا ويرثوا الأرض التي رفعت يدك أن تعطيهم إياه. رفعت يدك هنا بمعنى حلفت، أقسمت، وعدت إنك هتديهم الأرض، هتديها لهم. فأعطاهم ماء من الصخرة لعطشهم. ومرة تانية في مزمور يقول أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. ويقول هوذا ضرب الصخرة فجرت المياه، جريت وفاضت الأودية. ويقول كان أطعمه من شحم الحنطة ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا. يعني اعتبر المية اللي خارجة من الصخر طعمها زي العسل، وشحم الحنطة اللي هو المن اللي نازل من السماء. وفي مزمور آخر يقول شق الصخرة فانفجرت المياه جرت في اليابسة نهرا. ويقول المحول الصخرة إلى غدران مياه. الغدران دي جمع غدير، والغدير اللي هو شلال المية. محول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه. ويقول في سفر الحكمة وفي عطشهم طلبوا إليك فأعطوا ماء من صخرة الصوان وشفاء لغليلهم من الحجر الجلمود. جلمود يعني الناشف. حكاية تنزل مية من الصخرة لها معنى روحي جميل جدا. معناها إن الله ما بيغلبش، لا يستحيل على الله شيء. انت والحلول اللي بيجيبها ربنا تكون غير متوقعة ولا تيجي على بالك. يعني احنا ماشيين في الصحراء، الدنيا نار والناس عطشانة، معانا اطفال، معانا شيوخ، معانا مرضى، معانا كل فئات الشعب، وحتى الشباب العفي العتي من العطش هيبتدي بهزيل، وتبتدي الناس بدل ما هتمشي هتقع وتبتدي تعيا وتموت. يعني كارثة بكل المعايير قدام موسى. يا ترى يا رب هتعمل ايه؟ ممكن يجي في بالنا ان ربنا ينزل امطار، والامطار دي تترطب الجو والناس تبتدي تجمع مية من المطر في حلل ويشربوا. ممكن يجي في بالنا اي حاجة، لكن اللي ربنا بيعمله غير اللي ايه اللي بيجي على بال الناس. الصخرة الصماء بترمز لإمكانيات إنسان ضعيف. إنسان ضعيف ما تسترجيش منه فايدة، تلاقي ربنا يعمل بيه عمل جبار. يعني مثلا أول بطرك للكنيسة القبطية بداية حياته كان وثني، وشغلته كان إيه؟ اسكافي. ده هو مين؟
إنيانوس. مين يترجى من إنيانوس خير وهو رجل وثني وفي ثقافته جزماتي؟ ربنا يقول هخرج لكم مية من هذه الصخر. وتلاقي كنيسة عظيمة اتبنت وهذا الرجل على رأس الكنيسة أول بطرك ليه. برضو يجي كده في سكة البطاركة البابا ديمتريوس الكرام. بابا رقم كام ده؟ 12. وطريقة اختياره كانت عجيبة، انه دخل ومعاه عنقود عنب في غير معاده، وكان في إشارة جت من السماء للبطرك اللي قبله قال له اللي هيجي لك بالمنظر ده هو يبقى بطرك بعد، فقال للناس ده أبوكم من بعد، وتنيح ده وجلسه التاني. اكتشفوا بعد كده ان احنا اخترنا غلط ولا ايه، ده راجل متجوز وامي جاهل فلاح، ينفع ده يقود الكنيسة؟ ربنا يكشف براءة وقداسة وطهارة هذا الرجل، وبعدين يبقى هو الرجل الامي ده اللي عمل حساب الابقطي اللي بنحسب بيه عيد القيامة كل سنة لغاية النهاردة. ولما يجوا في مجمع نقيا كل الكنائس في العالم تعتمد الحسبة اللي عملها البابا ديمتريوس الكرام علشان يحددوا بها عيد القيامة في العالم كله. يوضع سره وضع حاجة عجيبة. أيام البابا ابراهام ابن زرعة مين اللي قدر يحرك جبل مقطم؟ راجل خراز اسمه سمعان غلبان. مين كان يستعنى بيه ومين كان يظن ان الراجل ده يعمل حاجة؟ ونبعد ليه؟ الكتاب المقدس نفسه القصة بتاعت داود وجلياط. مين يتوقع ان اللي يغلب جلياط الجبار عيل صغير اسم داود مش عارف يلبس ملابس العسكرية ولا يقدر يستخدم السلاح، وكل اللي حلته نبلة وحصاوي. ربنا يعمل العجب بإمكانيات ضعيفة. عشان كده في مجال شغل ربنا ما تستقلش بحد. ممكن يكون في خادم في الكنيسة يشعر بذاته بإمكانياته وخبرته وطول سنينه والإنجازات اللي عملها والشغل اللي عمله، فيحتقر خادم صغير لسه ابن امبارح ويستقل بقدراته ويظن ان هو ده غلبان لسه ما اتعلمش حاجة، ده احنا بقالنا سنين. الله هيخيب ظنك، لان الغلبان ده ممكن ربنا يعمل بيه عمل جبار اكتر من الانسان اللي بيعتز بامكانياته. ودي قالها معلمنا بولس الرسول، وانا بحب قوي الحكايه دي لانها بتشجعنا. احنا كلنا غلابه وضعفاء، فالواحد لما يشوف القصص دي يمشي في سكه ربنا بقلب غير خايف، هو ربنا هو اللي شغال واحنا بنعمل حاجه. بولس الرسول قال لنا هذا الكنز في اواني ايه؟ خزفيه. خزفيه دي يعني فخار، كنز جوه اناء فخار. تخيل واحد بيحفر الارض لقى زلعة من الفخار وجواها كنز ألماس وذهب وفلوس كتير، هيكون في نظره الشيء الغالي هو الكنز ولا الإناء الفخار؟ ده أول حاجة يمسك الفاس ويعمل إيه؟ يكسر الفخار عشان يشوف إيه اللي جواه. حدش في الدنيا يقول له خسارة الزلعة دي، زلعة تانية عنده جواها كنز. فبولس الرسول قال لينا هذا الكنز، كنز عمل الله في اواني خزفيه اللي هو احنا الغلاب. طب ليه بولس؟ قال يكون فضل القوه لله لا منا. طيب ايه رايكم لو واحد حفر في الارض فلقى اناء لامع وجميل ومقفول ومستخسر يكسره لانه شكله جميل ومش دريان انه جواه ايه؟ كنز. ممكن ينشغل
بالإناء اللي شكله جميل وفكر إن هو ذهب، وياخده كده للسايغ يقول له ممكن تشتري مني الإناء ده، على إنه هيبيع إيه؟ الإناء، مش عارف إنه جواه كنز. فالراجل السايغ يضحك عليه يقول له آه ده حلو قوي هاخده منك، ويديله أي فلوس. وهو بقى يكسر الإناء اللي بيلمع ده ويشوف الكنز من جوه. إذا إحنا لو ربنا حط الكنز بتاعه في إنسان بيلمع نفسه، الناس هتنشغل بالإناء وتنسى إيه؟ الكنز. عشان كده الله بيفرح أن يستخدم الناس الضعفاء والفقراء والمساكين. انظروا الـ 12 رسول. 12 رسول دول الواحد يتعجب ليهم فعلا. شوفوا المكانة اللي فيها سيدنا البابا شنود، وشوف البهاء والجمال والمجد والعظمة والسلطان اللي في الآباء دول. وتعال بص للرسل، دول يعرفوا ايه ولا يعملوا ايه؟ مين كان يتوقع ان دول يكون ليهم مكانة في الدنيا؟ ايه ناس بسطاء وغلبانين وصيادين سمك، يعملوا ايه دول؟ النهاردة احنا كل الايمان اللي احنا بنؤمن بيه، كل الوعظ والشرح، واي واحد شاطر فينا بيصول ويجول في الكتاب المقدس، لازم نفهم ان ابائنا الرسل الغلابة ده هم اللي كتبوا بروح القدس. ما الحكمة اللي عند بطرس عشان يكتب رسائل؟ ده راجل صياد سمك. رسائل ان هذا بيقعد علماء اللاهوت يدرسوا فيها. ايه الكفاءة اللي عند ابائنا الرسل علشان ينشروا ايمان في العالم كله؟ ولا حاجة. عشان كده في صيام الرسل في لحن جميل بنقول فيه تمجيد للرسل، يقول فيها انظروا الى هؤلاء الرجال الضعفاء الذين انعم عليهم الملك بان يجلسوا معه في القضاء. يجلسون على 12 كرسي يدينون اسباط اسرائيل. طب يا رب انت الدنيا عندك واسعة، ومعرفتك بالناس معرفة لا محدودة، ما كنتش تقدر تجمع لنا 12 واحد عليهم العين كده اللي فيهم متعلم ومثقف وفيلسوف ولبق ومتحدث جيد، واللي فيهم قوي واللي عنده حجة، تجيبهم ليه كده؟ واحد من الهند، واحد من اليونان، واحد من اسكندرية، واحد مش عارف. لا، تجمع كده مجموعة يتلفوا حواليك حاجة تشرف. يقول في الحقيقة أنا مش جاي عشان أتشرف بيكم، أنا جاي عشان أشرفكم. أنا مش جاي عشان أستخدم مواهبكم، أنا جاي عشان أعطيكم مواهب. فالمسيح اختار رجال ضعفاء عشان يعمل بيهم مجد. وفي الآخر نقول إيه؟ يكون فضل القوة لله لا منا. أهي دي الصخرة اللي بيخرج منها ماء. نمرة واحد، ما تستقلش بإنسان حتى لو إمكانياته ضعيفة، ممكن ربنا يشتغل فيه. ونمرة اتنين، ما تستقلش بنفسك. يعني برضه ما يصحش إن الواحد فينا يحس إنه ملوش لازمة. أنت إيه في نظر نفسك؟ تقول لي أنا عبارة عن حتة زلطة مرمية في الشارع ولا حد دريان بي، ملياش مقام، ملياش قيمة، ملياش فايدة، ملياش لازمة، الناس بتحتقرني وانا قليل في عينين نفسي. اقول لك صدقني، حتى الزلطة المرمية في الشارع دي الله يعمل بها عمل. طب ما هو داود قتل جليات بالزلط، وادي ربنا فرج نهر مية من الصخرة الصوعة. موضوع الصخرة اللي يخرج منها مية دي مليانة بالجمال الروحي. حد منكم نيجي نقول له ممكن تخدم معانا؟ يخاف، يقول لك لا بلاش بلاش. طب ليه؟ اصل انا اتكسف اتكلم في وسط الناس، امكانياتي ضعيفه، ما اعرفش حاجه. لما واحد بيعمل كده بصراحه بنمسك فيه بايدينا واسناننا، نقول له بس تعال تعال، محدش فينا بيعرف حاجه، تعال اتدرب معانا.
واللي هو واقف باستمرار يشعر بأنه ضعيف وقليل، الله يعمل فيه عمل جبار. عكس الإنسان الذي يزكي نفسه، لا يوجد في الفكر المسيحي حكاية واحد يزكي نفسه. يزكي نفسه يعني يقول أنا أحسن من فلان، وأنا جدير بإني أخذ المكان اللي أنتوا اديتهوله. ليه يا حبيبي؟ علشان أنا دارس إكليركية ودخلت معهد الرعاية وأخذت ماجستير في اللاهوت، ولي 15-20 سنة شغال وخدمت في أكتر من كنيسة، والولاد اللي أنتوا بتعينوهم مكاني دول تلامذتي من سنين فاتت. فبيزكي نفسه. أو ما واحد يزكي نفسه، الواحد يضع يده على فمه ولا يتكلم. ما دام دخلت في الجو بتاع تزكية الذات، يبقى لابد ربنا هيطفش ما يشتغلش معاه. محدش يقول أنا كفء. ده بولس الرسول. شوفوا بولس اللي هو ما فيش زيه في الفكر المسيحي، يقول لسنا كفاة من أنفسنا. احنا ما نعرفش حاجة. أمال إيه؟ قال كفايتنا من الله. الله هو اللي يعمل فينا. زي ما قال في الإصحاحات الأولى من هذه الرسالة، قال أنا غرست وأبول الصق. إيه هي المهارة بتاعت واحد بيغرس حتة زرعة في الأرض؟ وإيه المهارة اللي بتاعت واحد بيسقيها؟ المهم في التنمية. الله الذي كان إيه؟ ينمي، هو ده الشغل. أنا مجرد بناء عامل مع الله. الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المسرة. مجرد أن الواحد يظن في نفسه أن عمل ما تعملش، يبتدى في السقوط. وأول ما يجي لك إحساس بالإحباط وإنك ما عملتش حاجة، تقول ولا هعمل حاجة، أنا مين؟ أنا حتة طين. لكن الله قادر أن يعمل بي أعمال جبار. يمكن حكيت لكم قبل كده القصة اللي حصلت دي مع واحد عازف موسيقى فنان. كان يمسك العود بتاعه ويعزف، والناس كلها شعرها يقف من جمال العزف بتاعه. وبعدين صارت همهمة في وسط الناس بتقول ان سر الجمال بتاع العزف، المكنة اللي بيعزف عليها دي حاجة فخمة جدا. فهو وصل له الكلام ده، طبعا اتضايق ان كأن الناس بتشكك في المهارة بتاعته، وكأن هو لو مسك آلة تانية مش هيعرف يعزف. فعمل حاجة عجيبة جدا، عمل حفلة والناس جت وقعد كده على المسرح وابتدى يعزف، والناس كلها معجبة بهذا العزف. وبعدين في وسط انفعال الناس واندماجهم وفرحتهم بالعمل الموسيقي بتاعه، راح ماسك العود رماه في الأرض ونزل عليه برجليه كسر. فالناس كلها انزعجت، ايه ده؟ راح مشاور للمساعد بتاعه، جاب له العود، قال لهم اللي كسرته ده كان عود مزيف، وادي ده بتاعي اللي انتوا بتقولوا عليه هو السر. وعزف وقال لهم في فرق بين الاولاني والتاني؟ قالوا لا. المهم في ايه؟ في الايد اللي بتعزف، مش في المكان. طب مين الايد اللي بتعزف؟ ربنا. طب لو انا جبت آلة فخمة جدا معمولة بالعاج وصناعة فاخرة جدا، ايد ربنا ممكن تشتغل تعمل لحن بديع. طب لو جينا حاجة فقيرة زي حالاتي كده، حاجة وحشة، ما يقدرش ربنا يشتغل عليها؟ اشتغل. فعشان كده مش مهم في الأداة اللي في اليد، المهم اليد اللي ماسكة الأداة. عمرنا ما شفنا ان في ألم خطه حلو، لكن في ايد خطها حلو. الايد اللي خطه حلو ده اديله اي ألم هيكتب كلام كويس. او مش بس الخط الحلو، التعبير الحلو. في حد في الدنيا لما يمسك ألم يكتب كويس مقالة، ومدون الألم ما عرفش يكتب؟ ده مجرد ألم.
عمرنا ما شفنا ميكروفون زي ده بيوعظ، هو مجرد يوصل الصوت. فاحنا في ايد ربنا مثل الادوات، وهو اللي عامل بالحقيقه. حتى لو كنت قليل في قيمتك مثل صخره، يستطيع الله ان يخرج منك نهر ميه يسقي به الناس. نرجع للصخره، ومعلمنا بولس يقول والصخره كانت المسيح. طبعا الصخره فيها صفات زي الثبات والقوه وعدم التحول. يعني ايه عدم التحول؟ يعني مثلا لو احنا جبنا حاجه معدن بعد شويه تتصدي، لكن الصخره صخور الجبال دي بقى لها الاف السنين زي ما هي، لا بتصدي ولا بتدوب ولا بتخلص. فالصخره فيها ثبات وفيها ديمومه ماشيه على طول وفيها قوه. عشان كده دايما كان الكتاب المقدس يشبه ربنا بالصخر. المزمور يقول الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجأي. خليكم تحتموا في ربنا الذي هو الصخرة غير المتزعزعة. في أشعياء يقول توكلوا على الرب إلى الأبد، لأن في ياه الرب، ياه اللي هو يهوى، صخر الدهور. ومرة ربنا بيعتب على شعبه، قال لهم انتوا أكلتوا وشبعتوا، فسمن يا شورون، سمن من كتر الأكل، ورفص، يعني زي عجل قاعد يأكله لغاية لما من كتر الأكل قاعد يرفس حواليه. سمنت وغلظت وكتسيت شحما، فرفض الإله الذي عمله وغبى عن صخرة خلاصه. غبى يعني جاله غباء، مش قادر يميز صخرة خلاصه. واحد شبع لدرجة أنكر ربنا، مع إن ربنا هو صخرة خلاصه. ويقول في سفر العدد ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة. ايه رأيكم لو عصفور جه يبني عش على فروع شجرة؟ هتلاقي اقل ريح يوقع العروق ومعها العش. لكن لو عصفور ناصح وبنى العش بتاعه جوه نقرة صخرة، اولا مفيش هوا يوقعها، ثانيا مفيش ايد توصل لها. فالايه تقول ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخره، والصخره هو الهنا الصالح. وفي سفر صموئيل يقول ليس قدوس مثل الرب، لانه ليس غيرك، وليس صخره مثل الهنا. هو الصخره بتاعتنا. ويقول في المزمور لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا. خلينا نحتمي في الرب كمثل صخرة غير متزعزعة. والسيد المسيح قال التشبيه ده، اللي يسمع كلامه ويعمل بيه زي واحد بنى بيته على الصخر. وقال عن الكنيسة على هذه الصخرة أبني كنيسة. يبقى هنا الصخر اللي احنا هنلتجئ إليه ونحتمي فيه ونبني فيه بيتنا هو المسيح، وهو الإيمان بالمسيح. على هذه الصخرة أبني كنيستي، يعني على الإيمان. واللي يبني بيته على الصخر معناها بناه على المسيح. لاحظوا يا جماعة، في ناس كتير بتبني مستقبلها
على أشياء أخرى غير المسيح. الناس اللي بنت أملها على الفلوس ضاعوا هم والفلوس اللي حوشوها. مش الحدث اللي احنا عايشين فيه في مصر ده أعظم عظة؟ عملت ايه المليارات؟ تسببت في دمارها. والإنسان اللي يبني مستقبله على العلاقات والاتصال بالكبار، حتى الكبار بقوا صغار وضيعوا كل اللي اعتمدوا عليه. والإنسان اللي بيبني حياته ومستقبله على رتبته وعلى وظيفته في لحظة ضاعت منه. والإنسان اللي يبني حياته ومستقبله على ذكائه في لحظة ذكائه خانه. الإنسان اللي يبني مستقبله وحياته على المسيح يعيش في أمان، هو الصخرة غير المتزعزعة. في الكتاب المقدس ذكر أشياء كثيرة عن الصخر. لما موسى طلب من ربنا أن يراه فقال له لا يراني إنسان ويعيش. طب نفسي أشوفك. قال له عندي مكان فتقف على الصخرة ويكون متى اجتاز مجدي ان اضعك في نقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى اجتاز. فاستطاع موسى ان يرى حاجة من مجد ربنا لما خباه جوا الصخرة. ودي معناها اللي فينا يستخبى في المسيح يستطيع ان يرى مجد الله. وفي قصة اخرى في سفر القضاء، قال الملاك خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة كأنها مذبح، فهي رمز للمسيح اللي بنقدم عليه ذبيحتنا. فيقول صعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينيه. ونفس القصة تتكرر مع منوح أبو شمشون، قال له خد جدي المعزة والتقدمة واصعدهما على الصخرة للرب. فالصخرة هنا رمز فعلا للمسيح، وزي ما قلت لكم من شوية هي رمز لكل إنسان ضعيف يستقل بنفسه. افتكروا الآية اللي قالها شمشون، من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة. يعني حاجة ما تتوقعهاش. لو كنت أنا جافي يعني ناشف وعمال أبص جوايا ألاقي إن أنا لا ليا عشرة مع المسيح، ولا ليا شبع، ولا ليا مخدع، ولا بعرف حاجة عن الكتاب المقدس، وحالتي وحشة جدا. وبعدين الشيطان يقعد يزن في دماغي أنت وحش أنت وحش أنت وحش. جافي وناشف وعندي جفاف روحي وعندي فطور روحي وكل حاجة وحشة. ربنا يقول لي أبدا، ده أنا في لحظة من الزمان أقدر أخرج منك حلاوة. مين كان يصدق أن الإمرأة السامرية تصير مبشرة؟ مين يفكر كده؟ مين يقول أن شاول الترسوسي يصير كارز؟ عشان كده يقول بولس الرسول لهذا رحمت. ليه يا بولس ربنا رحمك كده وخلاك حاجة عجيبة كده من الضد للضد؟ يقول ليظهر يسوع المسيح فيا أنا أولا كل أنا مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية، عشان أبقى نموذج أن واحد كان ماشي ضد ربنا ربنا جابه يمشي في سكته. فيبقى الصخرة دي كانت هي المسيح، عشان كده يقول جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. هقف عند كلمة تابعتهم. يعني ايه تابعتهم؟ في التقليد اليهودي في رأيين، يقولوا ان الصخرة دي كانت بتتدحرج وراهم
في أي حتة يروحوها. ما هم كانوا ماشيين في البرية 40 سنة، ففي حاجة إعجازية، سحابة ماشية في إيهم وصخرة بتجري وراها. وتقليد تاني قال لا، ده هو الصخرة موجودة في الجبل خرج منها مجرى ماء، بقى في نهر خارج من الصخرة، وحيثما ذهبوا النهر ماشي وراه. عشان كده بولس قال ان الصخرة تبعته. تخيل ان هما مثلا ماشيين كده، فتلاقي تيار المية عامل لهم نهر في الحتة اللي ماشيين فيها، يجي ربنا يقول لهم يطلعوا الناحية دي، تلاقي تيار المية ماشي وراه. حاجة عجيبة. الحكاية دي ذكرت بطريقة مستخبية شوية في سفر العدد اصحاح 21، يقول وارتحل بنو اسرائيل ونزلوا في اوبوت، وبعدين الآية اللي بعديها من اوبوت راحوا في حتة اسمها عي عباريم، وبعدين ارتحلوا ونزلوا في وادي زارد، وبعدين ارتحلوا ونزلوا في عبر ارنون، وقال من هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب فأعطيهم ماء. بئر هنا مش بمعنى بير، لكن بمعنى ينبوع مية. ولما وصلوا للحتة اللي هم قبل كده كانوا فيها وفيها ينبوع المية، حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد، وقفوا قدام الينبوع يعملوا له تسبيح. قالوا في النشيد اصعدي ايتها البئر اجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء. يعني واضح من المزمور ده اللي بيقولوه في سفر العدد ان المية كانت بتيجي كده وراهم من النهر، فهم يبتدوا يحفروا لها اناية تنزل فيها. حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم، يعني كل واحد ماسك عصاية عمال يحفر في الأرض أناية قدام النهر اللي نزل لهم من الصخر. وبعدين تحركوا من البرية إلى متانة، ومن متانة إلى كذا إلى كذا كذا، وكل دية المية ماشية وراهم. حاجة عجيبة. طبعا إذا اعتبرنا المية هي رمز للروح القدس، لأن المسيح نفسه قال لنا ان المية دي هي روح القدس لما قال من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. يبقى الروح القدس هيمشي ورانا في كل حتة نروح. اذا طلعت فوق على جبل عالي من الروحانية، الروح القدس يطلع عليك عشان يرويك. واذا حصل لك هبوط مفاجئ ونزلت إلى قاع الشر والخطية، الروح القدس يجي وراك عشان يفتقدك ويردك. وإذا مشيت بين الجبال، الروح القدس ماشي معاك عشان يهديك في الطريق. إذا تحسنت الروح القدس معاك، وإذا سقت مش ممكن يسيبك، مش ممكن. في كل الطريق الروح القدس يرافقنا. قال عنه السيد المسيح يكون معكم ويدوم فيكم، ومش ممكن يتركنا. مهما عمل الإنسان من خطايا الروح القدس لا يفارقه. أقول لكم إيه الدليل؟ عمرنا ما جه واحد قال لأبونا أنا عملت الفظائع في الدنيا فأبونا يدهنه بالميرون تاني. شفتوا حاجة زي كده؟ حد يدهن بالميرون تاني؟ طب ليه مش بندهن بالميرون؟ لأن الروح القدس ما سابهوش. ده لو واحد أنكر الإيمان وبقى مش مسيحي ورجع تاني يقول أنا ندمان وعايز أرجع تاني لديانتي، لا بيتعمد ولا بيدهن بالميرون. أبونا يصلي له التحليل ويدي له قانون توبة ويرجع تاني يبقى مسيحي ويتناول. يقول طب أنا كنت فقدت مسيحيتي، نقول له مش معترفين بيها، أنت قلت كده لكن في السماء مكتوب أن أنت مسيحي. هو في واحد في الدنيا يسيب ابوه ويقول له يا ابوه يا ما اعرفكش، ما انتش ابويا ولا انت امي، وسابهم وراح في اماكن بعيده زي الابن الضال. لو رجع تاني لابوه يقول له انا متاسف انا كنت وحش،
يقول له طب استنى ان يولدك من جديد، ما هو اتولد قبل كده، هيرد الى الابوه. بس عشان كده الروح القدس يرافقنا في كل رحلتنا الروحيه مهما رحنا. في هذا النهر المنحدر من الجبل اللي ماشي وراهم، لما نزل موسى من فوق الجبل ووجد ان الشعب بيعبدوا العجل الذهبي، قال اخذته واحرقته بالنار ورددته وطحنته جيدا حتى ناعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. خلي بالكم ليه؟ لان ده رمز للروح القدس اللي بتدوب في خطيتنا وتوهمنا بعدنا عن الله. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول لجماعة الكورنثيين، مهما أخذتم من نعمة اوعوا تعملوا زي شعب الله وترتدوا تاني إلى الخطية. أنتم كنتوا وثنيين وربنا أنعم عليكم بالمعمودية وجسده ودمه وشركة الروح القدس، اوعوا ترجعوا تاني للوثنية. عشان كده قال لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا إن أباءنا اعتمدوا وأكلوا طعام روحي وشربوا شراب روحي، والصخرة كانت المسيح، لكن بأكثرهم لم يسر الله. بالرغم من كل النعمة اللي أخذوها، لكن كتير منهم ضيعوا نفسه. بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر، ماتوا في البرية. إيه أكثرهم دول؟ إحنا قلنا عددهم كام اللي خارجين من مصر؟ 2.5 مليون. كم واحد منهم دخل أرض الموعد؟ 2 رجالة بس. مين هم؟ يشوع بن يون وكالب بن يفون. حتى موسى الذي سر به الرب ما دخلش، حتى هارون رئيس الكهنة المختار من الله ما دخلش، حتى مريم النبية أخت هارون قائدة التسبيح في وقت الخروج ما دخلتش. فقال خلي بالكم، هو واحد فيكم يقول أشكر الله أنا بقيت مؤمن يبقى ضمنت الملكوت؟ قال لا 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 لا، أكثرهم لم يسر الله، أخذوا كل هذه النعمة ولكنهم ما حافظوش على النعمة بتاعتهم، طرحوا في القفر. وربنا قال لهم كده، في هذا القفر تسقط جثثكم. يقول أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي، في هذا القفر يفنون وفيه يموتون. كتير ربنا يدي نعمة والناس تتجبر بسبب النعمة، ربنا يطول باله ويطول باله ويدي مهلة ومهلة، وبعدين على رأي سيدنا البابا لأما لك احذروا من غضب ربنا، ينزل غضب ربنا يفني هؤلاء الناس اللي كانوا متنعمين بنعمة ربنا ورفصوا النعمة برجليهم. يقول أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي، اللي اتفقوا مع بعضهم ضدي، في هذا القفر يفنون وفيه يموتون. ساعة لما جم يعدوهم قبل ما يدخلوا أرض الموعد، يقول لك في هؤلاء لم يكن إنسان من الذين عدهم موسى وهارون حين عدى بني إسرائيل في برية سيناء، فمش واحد إلا يشوع وكالب طبعا، والجيل الصغير بقى اللي اتولد في البرية اللي كانوا أقل من 20 سنة، لأن الرب قال لهم إنهم يموتون في البرية، فلم يبقى منهم إنسان إلا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. في رسالة العبرانيين بولس الرسول بيفكرنا بالحكاية دي، وقال من مقت 40 سنة، مقت يعني كره زهق، هو ربنا زهق من مين في 40 سنة؟ أليس الذين أخطأوا؟
الذين جثثهم سقطت في القفر. ويقول يهوذا في رسالته: فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. لم يؤمنوا هنا بمعنى لم يستمروا في الإيمان، لأنهم أصلا مؤمنين، دول خارجين من أرض مصر لأنهم شعب الله. ما هو لو مش مؤمنين كان قعدوا في مصر. ده عبورهم في البحر الأحمر كان علامة إيمان، لأن مش ممكن واحد مؤمن موسى يقول له عد في البحر يعد في البحر. لقد بدأوا بالروح وكملوا بالجسد، ابتدوا بدءا حسنا ولم يستمروا إلى النهاية. عشان كده المسيح يرى الذي يصبر إلى إيه؟ المنتهى، فهذا يخلص. معلمنا بولس يقول عن الآباء: انظروا إلى نهاية سيرته، لأن العبرة دايما بالنهاية. ناس كتير يظنوا إنه مجرد حط رجله في سكة ربنا يبقى خلص وضمن السماء وبقى مطمئن 100%. يقول لك الله أمين مش ممكن يسيبني. صحيح الله أمين، لكن أنا مش أمين. على قد ما أنا مطمن 100% لأمانة الله، على قد ما أنا مش مطمن لنفسي. على قد ما إحنا في إيدين ربنا ولا يستطيع الشيطان أن ينزعنا من يد الله، لكن أنا عندي حرية ممكن تضرني. ممكن بمزاجي أترك يد الله وأضيع مع الابن الضال ومع الخروف الضال ومعرفش أرجع. فلازم الإنسان يكون حريص إلى آخر يوم. لكن حكاية ضمان الملكوت وعدم هلاك المؤمن دي حاجة مش مظبوطة. الكتاب المقدس مش بيقول كده. يقول: من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. الواحد يحط عينيه في وسط دماغه ويتابع حياته. يقول الكتاب على فم السيد المسيح: من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه، العبد الرديء ده كان وكيل، والله ائتمنه على أنه يعطي الطعام للعبيد، لكنه هو رديء كان مؤمن وأخذ مواهب والله أقامه للخدمة، لكنه هو رديء. فقعد يقول في قلبه أن سيدي يبطئ قدومه، فابتدي يأكل ويشرب ويسكر ويضرب العبيد. فيأتي ذلك سيد ذلك العبد في يوم لا يعرفه ساعة لا يعرفها، فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع مين؟ عديم الإيمان. ده هو كان أصلا عنده إيمان، بقى حط نفسه في الخانة بتاعت عديم الإيمان، ضيع نفسه. عشان كده احنا لازم نكون متوازنين، مطمن كتير جدا لربنا انه مش ممكن يتخلى عني، هسخرتي اللي انا بحتمي فيه، لكن في نفس الوقت مش عشان دخلت في المسيح وبقيت في الصخرة ابقى مطمن لدرجة ان انا ابقى متهاون ومش حريص ومش سهران. وما ليه المسيح قال اسهروا صلوا؟ وليه معلمنا بطرس يقول اسهروا لان ابليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه؟ فقاوموه راسخين في الايمان. لابد ان احنا ناخد بالنا، لان باكثرهم لم يسر الله لانهم طرحوا في القفر. هنكتفي بكده، مرة جاية ناخد من آية 6. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.